أنا على المسرح حمائي نانسي وعاصي، تفضلوا لو سمحتوا. شكرا لكم، وشكرا أيضا لياسمين، محمد إسلام ومحمد. لحظات ورح نكتشف مع بعض على مين وقع اختيار الجمهور. سويني ومنستلم الظرف المقفول. مين هو أحلى صوت شاب في العالم العربي؟ مين هو مدرب أحلى صوت شاب بالموسم الثالث من The Voice Kids؟ مين اللي حصل على أكبر نسبة تصويت من الجمهور يا ترى؟ على مين وقع اختيار ملايين المشاهدين ليكون هو أو هي أحلى صوت شاب؟ يلا ياسر، النتيجة صارت مع ياسر. مين يا ترى راح ينتج له أغنية من بلاتنم ريكوردز ويكون نجم الموسم الثالث من The Voice Kids؟ أحلى صوت شاب لهالموسم من The Voice Kids هو محمد إسلام رميح. ألف مبروك إلى كل فريق نانسي. محمد إسلام رميح هو أحلى صوت شاب بالموسم الثالث من The Voice Kids من فريق نانسي. محمد إسلام رميح، أنت راح تحصل على إنتاج أغنية من بلاتنم ريكوردز. ألف مبروك محمد. وطبعاً ألف مبروك كمان لألكم ياسمين ومحمد، تينيتكم كمان ربحانين بوجودكم وبكل هالتجربة الحلوة يلي اكتسبتوها بذا فويس كيدز، وامتعتونا بكل إطلالة لألكم على هالمسرح. وهيك وصلنا لنهاية الموسم الثالث من ذا فويس كيدز. تقدروا تعيدوا مشاهدة هالحلقة النهائية فور انتهاء